مساء الخير انا اسمي مايل ابراشي واحنا قريب يعني بعد خمس دقائق هنبتدي السيشن اللي هي بتتكلم عن التراث بس قبلها هنعرض فيلم من انتاج منطقتي وهي هو مجموعه من جزء من مجموعه افلام يعني انتجوها منطقتي تقريبا مخصوصا عشان المؤتمر يعني لاظهار اصوات الناس اللي صوتها ما كانش مسموع في المؤتمر وسط البلد عموما هو زي اي مبنى في الدنيا في ساكن وفي مالك العلاقه بين السكان وبين الملاك دي بتربطهم علاقه تعاقديه العلاقه دي طبعا اتعملت في وقت من 60 سنه او زي ما يكون وخلت العلاقه الحقيقه علاقه مش طبيعيه يعني ما فيش في اي عاصمه في العالم هذه العلاقه التعاقديه اللي موجوده النهارده هنا في مصر الوضع ده علشان يتغير مفيش إرادة لتغييره فبالتالي بيبقى ممكن شقة إيجارها 400 أو 300 متر إيجارها أقل من دولار في الشهر الحاجة التانية إن النهاردة القانون أو التعليمات بقى اللي مش جايب قانون لأنه ما تعملش أي نشاط زي مثلا نشاط فندقي أو كده إنه متوقف الكلام ده من فترة طويلة أدى إلى برضو ضعف إغراء شراء العمارة يعني أنا لو جاي هشتريها هل هشتريها علشان الملاليم اللي بيدفعها السكان لا طبعا فإذا ما كنتش أنا عندي طموح أني أقدر بعد كده أخد أعمل فيها نشاط فندقي أو ما شابه زي معظم عواصم العالم برضو اللي بيبقى فيها الجزء بتاع الداون تاون أو وسط البلد مستغل في صورة فنادق مش ضخمة سواء جزئية أو كلية يعني فإذا ما كانش ده متوفر يبقى برضو إغراء شراء العمارة مش موجود بالنسبة لي كراجل مستثمر في الآخر فعموما هو أنا بختزل المشكلة دي في كلمتين قانون الإيجارات هذا القانون ما ينفعش إنه إحنا نورثه الأجيال وراء أجيال وراء أجيال بقروش وبملاليم بس فده مختصر المفيد في المشكلة دي اوكي we're going to be speaking in Arabic so those of you who need translation I believe that there that you can find translation things at the back of the room اوكي زي ما انا قلت انا اسمي مايل ابراشي وانا مهندسه معماريه بشتغل في التراث وموضوع الندوه دي هيكون وسط البلد وتراث وسط البلد بس بالتالي ان احنا هنحاول نوسعه شويه علشان يلمس اكتر مع المواضيع التانيه اللي اتطرحت في خلال اليومين امبارح والنهارده وقبل ما اقدم يعني المتحدثين اللي هم يعني انا افخر ان انا يعني ادير ندوه وهم موجودين فيها احب بس اقول شويه نقط يعني كمقدمه للندوه طيب هو عموما التراث معقد يعني التعامل مع التراث معقد والتعامل مع التراث الحي اللي هي مدينة عايش فيها ناس أكثر تعقيداً بيزداد تعقيداً لما نتكلم على مراكز المدن لأنه مركز المدينة طبعاً له وضع خاص ومتصورة أن الوضع الخاص ده مرتبط بالملكية والأحقية أن على طول في صراعات على الملكية والأحقية لتراث مركز المدينة ده ولما بتكلم على ملكيه مش قصدي ملكيه قانونيه بس قصدي ملكيه معنويه كمان يعني لما مثلا في خلال اليومين اللي فاتوا لقينا كلام عن ازاي ان وسط البلد هي مثلا الوجه الحضاري للدوله ولا هي روح الثوره ولا هي ملك في منها ما اعرفش كام عماره ملك شركه ايه ولا في كام عماره تانية شركه تانية ملكها ولا هل الشارع ملك الباعة المتجولين ولا اصحاب المحلات ولا هل مثلا اللي المفروض يسكن في وسط البلد هم السكان الاصليين اللي هم كانوا يعني من الطبقه الوسطى او اعلى ولا السكان الحاليين ولا هل في سكان خالص ولا ما فيش وكل الكلام ده كله
موضوع الملكية ده أو الصراع على الملكية أو الصراع على الأحقية في المكان، إحنا بتوع التراث لما بنيجي نتعامل معاه بنتكلم، يعني بنستخدم ألفاظ كده مشحونة، مش مشحونة قوي كده، تمام؟ يعني بنتكلم على مثلا كلمة قيمة أو كلمة معنى، فنقول مثلا إن المبنى عنده قيمة تاريخية وجمالية وسياسية ورمزية ومعرفش اقتصادية وقيمة ليها علاقة بالاستخدام أو معنى إلى آخره. ولما بنشتغل بنحاول ان احنا نظهر هذه القيم، نحاول نفهمها ونشوف ونعمل كده لنفسنا نوع من التسلسل غصبا عننا، ايه القيم الاهم اللي انا عايزه اظهرها، ومش بس القيم الاهم في اي فتره، لان طبعا احنا مش مهتمين بس ببدايه نشاه التراث العمراني او المعماري ده، لكن مهتمين بحياته، تمام، بتطوره. فمثلا لو أنا عندي مبنى وعنده طبقات بياض مثلا، فأحاول أحافظ على كل طبقات البياض، أو عندي طبقات معينة من البنى فأقول إيه أهم طبقة من الطبقات دي، شيل كلمة بياض وحط بدلها طبقة اجتماعية أو طبقة سياسية أو طبقة whatever، هي نفس المشكلة في تصوري، لأنه في نهاية المطاف إحنا كناس متخصصة في موضوع التراث عندنا مسؤولية ناحية كل المشاكل والمواضيع اللي حضراتكم كنتوا بتتكلموا فيها النهاردة، لأنه في نهاية المطاف إحنا بنعيد تشكيل الفراغ اللي بتتم فيه النشاطات دي. مش بس كده، ده احنا كمان مطلوب مننا ان احنا نتعامل مع حاجه دلوقتي بيسموها التراث غير الملموس، اللي هو يعني اي حاجه في كل حته يعني. طيب بنعمل ده ازاي؟ بنضطر ان نتعامل مع الموضوع ده بطريقه تقنيه، فبعمل توثيق، بعمل ترميم، بعمل تعامل نوع من التحسين من المستوى العمراني للمكان، بعمل إظهار لتاريخ معين، بعمل توعية بتاريخ معين. وعلى طول يعني المتطلبات التقنية دي بتلاقيها بتصب وبتأثر على وبتتأثر من كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة. فدي معضلة فعلا، واحنا طالبين من 4 متحدثين يعني very distinguished ان هما يتكلموا في المعضلة دي النهاردة، وهحاول اقول لكم انا شايفه هما يعني بيتناولوها ازاي. هما في نهايه المطاف احنا بنتكلم على التاريخ الحلو والتاريخ الوحش، واحنا بنحافظ على انهي، ومين بيحدد مين التاريخ الحلو ومين التاريخ الوحش، ومين بيحدد مين يملك التاريخ ده، ومين بيحدد مين بيتحكم فيه، ومين بيحدد مين بيستفيد منه. لان انت في نهايه المطاف او انت في نهايه المطاف لما بيبقى فيه نوع من التعامل مع المبنى غصب عننا بنأثر على نوع الاستفادة من المبنى ده. يعني دكتور سيح حواس ودكتور جورج عربيد الاثنين، وأنا طبعا البايوز بتاعتهم موجودة هنا، بس أنا هقدمهم بطريقتي وانتوا اقروا بقى كل البايو العظيمة اللي موجودة من وجهة نظري، يعني ليه هم هيثروا إن شاء الله الحوار في الندوة دي. فدكتور سهير حواس طبعا استاذ في يعني استاذ عماره في جامعه القاهره، وطبعا كلنا عارفين كتابها الشهير لتوثيق وسط البلد، وبعد شغل التوثيق اشتغلت كمان في التنسيق الحضاري، وبعد كده كاستشاري مع المحافظه. وخلال الفتره دي اللي يهمني هو تطور التعامل مع التراث، وازاي ان احنا بنبتدي من توثيق، وازاي التوثيق نفسه الرسمه دي والايكونوجرافي بتاعت الرسمه دي ازاي بتاثر على نظرتنا للمبنى، تمام، لغايه ما بنتعامل معاه من ناحيه الوضع السياسات، لغايه ما بنتكلم على تدخلات فعليه. دكتور جورج عربيد اللي هيتكلم معانا بعد كده جاي من بيروت، وهو برضو استاذ عماره بس في الجامعه الامريكيه في بيروت، ومدير مركز العماره العربي، ايوه. ودكتور جورج مهتم بالاخص بعماره الحداثه، وممكن نقول انه يعني هم دلوقتي ما زالوا في مرحله التوثيق، ويعني صياغه نظرتهم ورؤيتهم لعماره الحداثه والتفكير في ازاي ده ياثر على النظره لعماره الحداثه في العالم العربي كله. استاذ شكري اسمر هو مدير مبادره تراث مصر الجديده، وطبعا مصر الجديدة مش مركز للمدينة، بس يعني بيتهيألي مهم ان احنا نقارن ما بين الاثنين الاتجاهين في التعامل مع المدينة، ما بين مركز
يعني حي كان ضحية وله خصوصياته، وإزاي الموضوع ده لما بنشوفه من وجهة نظر المجتمع المدني ومن وجهة النظر محاولة التعامل سياسيا مع الموضوع، غير أن طبعا شكري يعني تخصصه اقتصاد فبرضو وجهة النظر الاقتصادية مهمة. وأخيرا مهندس كريم إبراهيم، مهندس معماري وكان قعد سنين شغال في الأغاخان في مشروع الـ اسمه إيه بالعربي؟ لا غير اللي انتوا تطوير الدرب الاحمر. وغير كده هو مدير من مؤسسي مكتب تكوين. واللي يهمني ان اللي انا مهتمه بيه ان كريم يعمله ان هو يعني بيتهيألي هيدينا النظره الاشمل اللي بيها نبتدي نشوف وسط البلد ده كتراث، كجزء من مدينه اكبر، تمام، بيعاني من نفس المشاكل بخصوص تحديد المنفعه والتعامل مع طريقه يعني توزيع الموارد والتاثر والتاثير على السياسات العمرانيه المختلفه. فانا كده هقف وهدي المجال للدكتوره سهير. وقبل ما نعمل ده لو بستاذنكم لو تطفوا الموبايلات بتاعتكم لو في اي حد لسه مشغل او مشغل الرينجر. شكرا. مساء الخير. الحقيقة لو كانت الندوة دي مطروحة من 20 سنة ما كانش ولا حد فيكم هيكون موجود معانا. مفهوم التراث وحمايته كان من الحاجات اللي بعيدة جدا عن تفكير المتخصصين المعماريين العمرانيين أكاديميين. كان نادر جدا لما تلاقي حد يعني يهتم بهذا المجال، لدرجة ان على المستوى الاكاديمي كانش عندنا اي مواد تدرس في هذا الاتجاه. ولما اوجدنا هذه المواد كان قليل جدا من الطلبة اللي كانوا بيجوا يحضروا او اللي كانوا بيسجلوا في هذا المجال. واللي يدخل المكتبة ويتابع التواريخ بتاعت انتاج الماجستيرات او رسائل الدكتوراه هيقدر يتتبع ازاي حصل تدريجيا تكثيف للاهتمام بهذا المجال، وابتدى الشباب يدخلوا في الحته دي وابتدى الاهتمام يبقى اوسع. والنهارده احنا مع بعض واضح جدا ان كل من هم موجودين شباب، يعني الاغلبيه لو اعتبرنا ان احنا كمان من الشباب. الحقيقة التراث هو اللي بيخليني اقول يا مدينة القاهرة، يا مدينتي، انت مدينة عزيزة عليا جدا، يعني انت my beloved city. حقيقي ما بنبخلش عليها بجهد، بنحب نشتغل عشان هذه المدينة. مشاكلها كتيرة جدا ومع ذلك الناس متمسكة بيها. ولما ابتدينا نفكر في عاصمة جديدة كان اللمبة الحمراء بتضاء. طب القاهرة موقفها ايه؟ عاصمة جديدة زي ما انتوا عايزين، اعملوا، انطلقوا، اخرجوا، لكن موقف من القاهرة ايه؟ هل ده معناها انها تهمل، ان القاهرة دي هتبقى ماضي والمستقبل هو للجديد، مجتمعات الجديدة والصحراء بتاع؟ احنا بنقول القاهرة لابد من الحفاظ عليها حتى قصاد المستقبل والتقدم الى اخره. لكن علينا ان نفكر واحنا بنحافظ على التراث بتاعنا وعلى المدينة بتاعتنا العزيزة علينا جدا، نحافظ على ايه؟ نختار how to select، ايه المعايير اللي بتقول لي انا ماشيه في الاتجاه الصحيح؟ اختار، احط معايير، اكون واعيه وانا بختار اني ما فيش اهدار، سواء اهدار فيما هو قيم او اهدار في الانفاق او المجهود فيما هو غير قيم. اذا how to select and what to select، دي حته مهمه جدا. راحت خلاص؟ اوكي.
شكرا. القاهرة بنقول إنها مدينة شديدة التميز لأنها عبارة عن طبقات تاريخية ولكن ليست متتالية فوق بعضيها، ما هياش في إيه في يعني في على هيئة اتجاه رأسي اللايرز دي، ولكنها متجاورة، وده من مميزات القاهرة الحقيقة، من مميزاتها التاريخية، لأن كده أنت عندك كل القاهرات السابقة موجودة عايشة لسه حية. أقدر أزور القاهرة في كل المراحل التاريخية بتاعتها في يوم واحد، إذن هذا جزء من التميز، وبالتالي بقدر أمر وأنا بعمل الجولة بتاعتي بداية من الفسطاط حتى القاهرة التاريخية حتى القاهرة الخدوية حتى القاهرة الأحدث في كل مراحلها جنب بعض. إذن أنا بقدر أشوف نسيج مختلف متنوع بداية من الأورجانيك العضوي المتضام اللي كان بيعبر عن المجتمع بتاعه في ذلك الوقت، مجتمع مقفول، شوارع بتاعته عبارة عن حارات ودروب وأزقة. إذن هذا الشكل الأورجانيك اللي احنا زي ما نشوفه في المشربية فعلا هنا وفرتحات قليلة جدا ينطبق على الحرف اليدوية، ينطبق على ملابس الناس، على كل حاجة، كلها عملية متكاملة. لما جات القاهرة القرن 19، قاهرة الإسماعيلية أو قاهرة الخديوي إسماعيل، دخلنا في مفهوم تاني خالص من النسيج. شوارع اتفردت، بقت أكثر استقامة، أكثر عرضا، في ميادين، في مباني عليت، في تكنولوجيا بناء ظهرت، في استخدامات جديدة، في مجتمع جديد توافق مع هذه القاهرة. وبالتالي القاهرة الإسماعيلية كانت رمز للتحديث في ذلك الوقت، وكان طبعا التشبه بباريس كان قوي جدا، والمباني خدت الاتجاه الهاوسمانيزم اللي هو خط السماء من فوق يقفل ازاي، الارتفاع، طريقة معالجة الواجهات، الطرز الموجودة، الشرفات اللي تحزم المباني من فوق، يعني في كان اتجاه واضح جدا وسمح من خلال ضوابط والاشتراطات البنائية ان احنا ايه نبني، ولكن بطرز معينة، بأحجام مباني معينة، بقطع أراضي بمساحات معينة. وبالتالي حصل تشكيل للطابع أو الايدنتيتي بتاعت هذه المنطقة بقت واضحة جدا، بالرغم أن كل مبنى في هذه المنطقة يتبع طراز معماري مختلف عن الآخر، ما بين الرينيسانس والأرنيفو والأردكو وما بينهما كتير جدا، ولكن منع من خلال الاشتراطات أن أبني في ذلك الوقت بالطراز العربي لضمان أنها تبقى مدية الايدنتيتي الأوروبي أو التشبه بهذه الشخصية. إذن أنا عندي التميز موجود والايدنتيتي موجودة، ولكن عندنا مشاكل كثيرة جدا. عندي الانطلاق الثقافي من حقبة إلى أخرى ومن فكر إلى آخر ومن نوع من مستوى إبداع معماري وتخطيطي، كان نوع في بريدجز كثيرة جدا هي اللي وصلتني لهذا التنوع وهذا التغيير، وبداية من الحكام على رأسهم طبعا خديوي إسماعيل اللي كان له فكر خاص بيه، ومن بعده خديوي توفيق ابنه اللي مشي على منوال والده وعمل التوفيقية، علما بأن هذا المسمى بالرغم أن في اعتراض عليه من الناس بتوع التاريخ، في ناس كثيرين من زمايلنا مش عاجبهم اسم القاهرة الخدوية، ولكن احنا بنقول أنه ليس خطأ تاريخيا أن يطلق على هذه المنطقة القاهرة الخدوية، لأن أول خديوي كان الخديوي إسماعيل، ثم من بعده عمل الخديوي توفيق التوفيقية متخمة لهذه الإسماعيلية. وبالتالي لما جيت أعمل الكتاب بتاع القاهرة الخدوية أنا خدت الأوتلاين اللي بيجمع الإسماعيلية والتوفيقية، وبالتالي كان نوع من الاجتهاد، والاجتهاد دايما مقبول طالما لا يتعارض مع معلومة تاريخية، لا يضللنا تاريخيا. وبالتالي
بأضيف المفكرين والناس اللي سافروا بره، البعثات اللي سافرت بره، فرجع لي ثقافات كتيرة جدا عملت لي بريدجز نحو التحول الاجتماعي والتحول التكنولوجي والفكر والإبداع والفنون على كل مستوياتها. طبعا ما كتب عن القاهرة قليل جدا باللغة العربية، ودي مشكلة بتبين قد ايه احنا كنا بعاد عن التوثيق، وكل ما كتب كان معظمه من المؤرخين المستشرقين ومن الناس اللي مروا على القاهرة، ولكن قليل جدا ما كتب باللغة العربية، وده يعني بيخلي اي مرجع النهاردة يطلع باللغة العربية مكسب الى هذه المدينة. طبعا في مؤلفات كثيرة جدا، انا شايفة الدكتورة جليلة موجودة معانا وهذا اخر مؤلفاتها، ده القاهرة الخدوية وغيره من الكتب اللي عملت ثقافة ونشرت ثقافة عن هذه الفترة. طبعا لما نقارن بين الفترة بتاعت خديوي اسماعيل القرن 19 وازاي الاكسس القوية بتاعت المحاور والميادين، بجد ان لما بحطها جنب باريس يعني في تشابه في السكيل، في الاربن تيشيو نسيج، يعني في تقارب جدا، بحيث لو حد مش مذاكر كويس وما عندوش ثقافة كافية ممكن يعمل يحصل له خلط بين الاثنين. يعني وضع المخطط وبدأت القاهرة تكتمل نموها. مطلع القرن العشرين شهد اكتمال النمو، يعني وصل التنمية العمرانية في هذه المنطقة حتى الثلاثينيات من القرن العشرين، وبالتالي بدأنا يبقى في إيمج معينة لهذه المنطقة. حصل إحلال لبعض المباني، ولكن هي في النهاية الايدنتيتي ثابتة وواضحة. المباني دي وقت 2002 لما صدر المرجع بتاع القاهرة الخدوية، في بعض الناس منهم ولادي يعني مش حد غريب، اتفاجئوا بوجود هذه المباني. الناس ما كانتش بتبص لفوق، زحمة، محلات كتيرة، فاترين طلعت لفوق، فكانت المفاجأة ان هذا الجمال وهذه الثروة موجودة بينا، بس كانت بلا حماية تشريعية، ما كانش في قانون يحمي، ولا هي أثار ولا هي محمية بالقانون، فكانت مباحة للجميع الأعمال. فهنا ابتدينا نجد تعديات، تخريب، هدر لهذه القيمة، وما كانش في مراجع أوريجينال لهذه العقارات إن لما نيجي نصلحها إزاي. وبالتالي كان مجهود استمر 6 سنين محاولة لرفع من الطبيعة هذه المباني. الناس طبعا بتقول هذا العمل لم يكتمل لأنه رفع الواجهات فقط ولم يدخل إلى داخل المباني. 6 سنين لرفع الواجهات من الطبيعة، كنا بنقيس شباك ولا ليزر سكانر ولا حاجة خالص، ولا كاميرات ديجيتال حتى، كنا كل ده باليدوي، شغل إيد، نرفع من الطبيعة ونقرب، ومع ذلك وصلنا لدقة تكاد يعني تصل إلى ما بعد 95%. ولو حطيت عدسة على أي تفصيلة من الحاجات السودة اللي غامقة هنا دي هتلاقي ما فيش خطين لازقين في بعض. إذن هذا العمل لا يزور حتى، لأنه الدقة بتاعته أكثر من الأجهزة اللي ممكن تزوره. لو كنا دخلنا داخل المباني كان زماننا ما كانش هذا العمل خلص، وبنقول المشوار ابتدى وليكتمل من خلال فرق عمل أخرى. وابتدى الناس اللي عندها البلانات والرسومات ابتدى اللي يلاقي عنده حاجة ابتدى يطلعها دلوقتي، فابتدى العملية قربت من ان يبقى عندنا توثيق متكامل من خلال الشباب، من خلال الأجيال اللي تلت هذه الفترة، وان شاء الله نوصل للكمال. طبعا كمال لله، ولكن نأمل أن يكون عندنا كل المعلومات عن هذه المنطقة متاحة. بسرعة نشوف الرسومات، المباني
التشويه اللي كان حاصل فيها، ولكن كل التفاصيل بالترس بتاعتها، بطاقة شخصية اتعملت لكل مبنى. نيجي للحماية بقى، للرعاية بتاعت هذا التراث. يعني التراث ده يغيب عنه حاجات كتير، ولكن خليني أقول لكم إن إحنا النهاردة بنتكلم، لكن بقى عندنا حاجة جديدة. أولاً فكرة إدارة الحفاظ، management بتاع management plan للحفاظ على التراث، ودي أهم حجر يعني في منظومة الحفاظ، إن يبقى عندك plan محطوط. البلان ده ما يكتملش إلا بالvalues، إنها تبقى واضحة الثروة بتاعتي حجمها إيه وموجودة فين وشكلها إيه، يبقى عندي داتابيز قوية جداً. يبقى عندي قوانين وتشريعات. قانون 144 لسنة 2006 أول قانون جه أنقذ الكثير، بالرغم أن أنتوا غضبانين وكل يوم بنفقد مبنى، ولكن عندي قانون لو طبق بأمانة وبحزم وبقناعة هو أنقذ الكثير اللي أنتوا ما تعرفوا، يعني مش واضح لكل الناس ما تم إنقاذه. اللي بنشوفه هو ما حصل في تحايل على القانون وبالتالي أهدر واتهدم. إذن عندي قانون، عندي قانون 119 لسنة 2008 ما كانش موجود، قانون التنسيق الحضاري اللي المنطقة بالكامل بتسجل حاليا. بقى عندي القاهرة الخدوية مسجلة، القاهرة التاريخية، عندي الزمالك، جاردن سيتي، المعادي، مصر الجديدة. كان فين الكلام ده قبل كده؟ ما كانش فيه. إذن عندي قانون، عندي مشروعات يعني يعملوا 10. أوكي. فبلس الجزء التمويلي اللي يعني همر عليه سريعا. البداية إزالة الديكوريشنز اللي على الواجهات اللي أصابت الواجهات بمرض جلدي، تعويض. بنفكر دلوقتي أو في تفكير على مستوى الدولة استعادة المباني اللي فقدت وبعدها تم استعادته فعلا وترميمه بعد الحرائق. عمليات الهدم، إزاي استكمال المباني مرة أخرى أو الواجهات، نظام الفساديزم ابتدى التفكير ده يدخل ويبقى مطروح على الساحة من خلال المشروعات. طبعا الهاي كوست بتاع الترميم بيطلب مننا ان احنا نعيد النظر في القوانين بتاعتنا، الايجار والتعويضات العادله. وفي قانون جاهز بس يدخل مجلس الشعب عشان هو يعني بيرعى ملاك العقارات وازاي التعاون معاهم من اجل حمايه او تعويض انهم مش قادرين يعملوا المينتنس بتاع المباني بتاعتهم. هذه المناطق المسجله. مشروعات، ودي يعني المهم عرضها. احنا ابتدينا من 3 سنين بدايه جاده. كل من يعمل في هذه المشروعات، الاستشاريين بيعملوا تطوعا، ما فيش مقابل. المقابل هو انك بتعمل حاجه للبلد في الظروف دي. فاول حاجه ازاله هذه التعديات اتشالت. الباعة الجائلين اللي خدوا حق المحلات اللي بيدفعوا ضرايب والرصيف اللي قدامهم استولوا عليه، كل ده اتشال من وسط البلد. المجمع التحرير كان ملوث بصريا وفي اوض بالخشب وحاجات كانت صعبه جدا. حصل تبرم البنك الاهلي وتعامل بالرماله واتحيت الواجهه البياض الحجر الصناعي بالكامل. المباني اتنظفت واترممت. وانسى حكايه بياض ولا مش بياض، لان انت دلوقتي بترمم، ما هو تالف. المباني دي كان أصلها بياض، فبالتالي لما يعاد دهنها كما كانت مش مخالف، أو أنا عندي مرونة في هذه النوعية لأنها كاتيجوري به في التعامل معها. فدي ناحية فنية ممكن تناقش فيما بعد. الساحة أعلى جراج التحرير أعيد تصميمها بما يجعلها مجرد سجادة عشان المتحف اللي ورا يظهر وما نخبيوش، لان كان معمول مشروع عباره عن غابه وجبليات وجبلايه وحاجات كده، فكل ده اتشال وتحولت الى سجاده تسمح بعد كده بالتفكير
في مشروع على هذا المكان ولكن دون تخبية المتحف المصري، وتنزلت كل الهوايات اللي كانت بتصل ارتفاعها ل 8 متر، نزلت إلى أقصى حد متاح إنها تنزل. فده الساحة دي كلها اتفتحت. ميدان عابدين في مشروع تقدمت به الهيئة العامة للتخطيط العمراني كتصميم، والمحافظة القاهرة بتطبقه. كل الساحة اللي هنا دي حصل لها تطوير وهيفتتح خلال 10 أيام حاجة زي كده، وبالتالي المباني اللي بتحيط بالميدان كلها اتعمل لها ريستوريشن وأعيد شكلها إلى مكانة عليه. نفس مبنى محافظة القاهرة اللي كان أشلاءات الحرس الملكي زمان ترممت، المباني السكنية العادية خالص، ومنها القديم الكلاسيكي برضو تعمله تنظيف وريستوريشن، كوابيل الناقصة أعيدت، التفاصيل اللي كانت يعني زي ما انت شايف هنا. بص الفرق بين المبنى، هنا كان في كوابيل متكسرة وإعلانات ولافتات، كل ده تشيل. ده برضو حوالين ميدان عابدين كل المباني اترممت، يعني ده الإعلانات أعلى الأسطح اتشالت، ميدان طلعت حرب. يعني هنا في كنار مثلا بالتدهيب الأزمالدو بفسيفساء فوق هنا اترمم كله، طبعا الناس مش بتشوفه من الشارع. تعريض الأرصفة وإعطاء الأولوية للمشاة. شارع الألفي من اتصمم المشاة مرة أخرى بعد ما كان وصل لحالة من انتشار المخدرات، يعني كان فيه بيهيفير سلبي جدا، كل ده اتحسن لما الشارع اتحسن. فده التصميم، تفاصيل وتجزئة، جزء للكافيتريات والريستورانات، دي إزالة الديكورات اللي كانت موجودة كلها، تكسير وبعدين افتتاح المشروع. المباني يعني زي ما انتم شايفين في ناس كانت بتقفل بلكونات باعلانات، يعني انا about to be finished يعني. كل ده صرف امتار كانش موجود، كل الغرف التفتيش اتغيرت، التقاطعات التفاصيل بتاعتها كان on the spot، في تفاصيل تطلع نضطر نعملها للمقاول في ساعتها. التطور لما خلص، ده الشارع بعد ما انتهى، ابتدى الناس تروح بدري عشان تحجز الدكك يقعدوا فيها في الصيف، حاجات من هذا القبيل. مباني اتنظفت وترممت، طبعا يعني دايما في احسن، كل مبنى اتحط عليه رقم التوثيق بتاعه واسمه وعنوانه واسم المعماري اللي عمله. ميدان العرابي الميدان كان بالشكل ده، حاجة يعني كان الناس بتستعمله بالطريقة دي، وترابيزات وحاجات في رمضان، كثافة الناس اللي كانت تتردد عليه. اتعمل له ديزاين وبعدين اتنفذ بقى بالشكل ده. في ميدان الفلكي المباني ابتدت يبقى فيه سيلكشن للمباني، ودي اليافطة اللي محطوطة على مبنى الشرباجي. هنا شواربي التصميم بتاعه، وابتدى الشغل دلوقتي شغال. هنقول ده مثلا كان قصر شواربي باشا او قصر افندم قطاوي باشا، ده الوضع بتاعه، ما حدش عارف انه ده موجود جوه، يعني ما حدش بيشوفه. في كل الزباله دي والكراكيب دي اتشالت واتنظفت، والعمارات دي بتتنظف. ممر بهلر، ممر من أجمل الممرات اللي ممكن نشوفها في مدينة، ده دلوقتي برضو بتتشال دلوقتي اليوفط والحاجات المبوظة الدنيا. إذن الحجارة يعني في رعايتنا، محتاجة التعاطف بتاعنا كلنا، محتاجة إن إحنا نخصص من وقتنا ومن مجهودنا للعناية بهذه الحجارة اللي بتكلمنا عن الماضي بتاعنا. آخر حاجة وده أكيد هيطرح، طب الفلوس منين؟ الفلوس يا إما تبرعات، يا إما البنوك بتدفع، يا إما الشركات الخاصة زي شركة إسماعيلية والشركات اللي اشترت مباني وابتدت ترمم عشان الريوز بتاع المباني بتاعتها.
المحافظة بتتحمل. طب ليه يا محافظة بتشتغلي في الشارع وفي الواجهات بس ما بتدخليش جوه في المباني، بتدخليش للمرافق؟ لأن القانون ما بيديش صلاحية للمحافظة أنها تدخل ترمم من داخل. أنا ما أقدرش أدخل بيتك أرممه لك وأظبطه لك. أنا كمحافظة، طبعا أنا يعني مش أنا المحافظة، المحافظة ما تقدرش تدخل ترمم ما بعد مدخل العمارة. في قانون اتحاد الشغالين لازم يشتغل، في الاتحاد يعني ما انا افتكرت انهم قفلوه عشان اوقف، فانا هوقف. لكن موضوع الفاينانسينج بتاع المشروع ده، عايز اقول لكم ان حاليا في صندوق بيتحط فيه فلوس تغطي من الجهات اللي بقول لكم عليها دي، تغطي ان احنا نعيد للمدينة شكلها المقبول اللي يساوي القيمة بتاعتها. لكن علينا احنا بقى يا مواطنين ان نبتدي نسعى ان نصلح من خلال قانون اتحاد الملاك والشاغلين، نصلح من الداخل. محتاجين شركات تشتغل في مجال صيانة المباني من جوه، وده مش موجود. يعني لو شباب يتحدوا كل مجموعة مهندسين ويعملوا شركة كده هتساعد. محتاجين حاجات كتيرة جدا عشان تكتمل منظومة الكونسيرفيشن مانجمنت بلان اللي بيتحط دلوقتي لاستعادة هذه القاهرة. أشكركم.